في الفيديو ده هنتكلم عن رش التوتة ليلا، فضلا لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوم جديد وفيديو جديد، وهنتكلم عن حشرة التوتة ابسليوتا. بما ان الحشرة ديت يعني فظيعة جدا، وبما ان الحشرة دي بتدمر محصول الطماطم والباذنجان والعائلة الباذنجانية عموما، احنا بنعمل الفيديو ده بالليل عشان احنا بنرش التوتة في الوقت الحالي بالليل. طيب احنا عندنا ثلاث انواع من الاصابات او ثلاث اطوار من الحشرة، اختارهم طبعا اليرقة. عندنا البيضة واليرقة والحشرة الكاملة. في عذرة بس احنا مش ضروري نتكلم عنها، احنا اللي يهمنا اللي احنا فيه البيضة، وطبعا لانها هي اللي بتفقس بعد كده وبتكون يرقة، واليرقة هي اللي بعد كده بتكون حشرة، والحشرة هي اللي بتجيب البيضة، وهكذا. احنا مش هنخلص من الموال ده. لكن انت عندك توتة وعمال تكافح وترش ومفيش اي نتيجة، خد لك رشة ليلية، لان طبعا احنا عارفين ان الفراشات المسؤولة عن وضع البيض ثم بعد ذلك اخراج اليرقة. طبعا اخطر الاطوار عموما هي اليرقة. اليرقة هي اخطر حاجة على النبات، لان هي اللي بتاكل الاوراق. لو الحشرات مش عندنا فيها اي مشكلة غير انها بتجيب لنا البيض، وهي السبب في وجود اليرقات، لكن اليرقة هي الخطيرة، وهي اللي بتتغذى، وهي اللي بتدمر لي المحصول. فبالتالي احنا بنرش رشة ليلية عشان الحشرات او الفراشات اللي هي مسؤولة عن البيض. احنا الحمد لله رب العالمين النبات بتاعنا سليم، ما فيهوش اي يرقات ولا حاجة، لكن ظهر عندنا اللهم صل على محمد، ظهر عندنا فراشات، لكن الحمد لله النبات من تحت لفوق ما فيهوش اي يرقات ولا اي اصابات بالتوتة. لكن لمحنا في المصايد الضوئية بتاعتنا وجود فراشات، وبالتالي احنا بنرش رشة ليلي. المبيد بتاعنا عبارة عن اللهم صل على سيدنا محمد، مش هنقول اسماء شركات ولا اسماء مبيدات، احنا كلمة ده فعال، سايسوكلام اوكزالات هيدروجين، سايسوكلام اوكزالات هيدروجين مع مسوميل 90%، اللي هو يتلخص في مبيد اللانت والافيتال او الافكسيت، اي مبيد منهم مخلوطين مع بعض. طبعا اللانت حار والافيتال حار، واللانت مبيد جهازي بيجيب لي الذبابة البيضة، والافيتال متخصص في فراشة التوتة ابسليوتا. ما شاء الله النتائج بتاعته ممتازة جدا، فاحنا بنخلطهم مع بعض عشان خاطر ان شاء الله ما يكونش عندنا اي حشرات او فراشات من اي نوع. طيب بالنسبة لليرقات، احنا عندنا في اليرقات في عندنا الافنت، وفي عندنا مبيد اسمه الرينر، وفي عندنا دانيتول. دي ثلاث انواع مبيدات بيصيبه او بيأثره او بيكافحه اليرقات. لكن في برضه حاجة تانية احنا نقدر نحافظ عليها من الاول، ان احنا ما يكونش عندنا يرقات، الا وهي ايه؟ ان احنا في اول مرحلة او في بداية النبات لو يظهر عندنا اي يرقات، بنبتدي نقلم النبات على طول، وبنقص الورق المصاب، ما بنخليهوش موجود على النبات، وبالتالي ما بيكونش عندنا ان شاء الله اي يرقات، وبالتالي ما بتصبحش اليرقات دي حشرات. احنا بنرش رشة للحشرات للفراشة، وبنقلم اليرقات مع رش اي نوع مبيدات. عندنا برضو المبيدات اللي بتجيب معانا الدلتا مثرين والالفا سايبر مثرين واللمبادة سيهالوسرين، دي كلها مواد فعالة بتجيب مع الديدان او اليرقات في عمرها الاول. فدي ده كلامنا عن اليرقات والفراشات. حاجة تانية، في ناس بتقول ان الرش بالليل بيعمل عندنا رطوبة او بيأثر على النبات بالسلب. احنا جربنا اكتر من مرة، طبعا احد الزملاء، انا كنتش برش خالص بالليل وجربتها والحمد لله طلعت ممتازة، احد الزملاء قال لي طب ما ترش بالليل، واكتر من شخص قال لي لا انت ترش بالليل، وبالتالي انا جربت. لكن عشان خاطر ان شاء الله تأمن نفسك، هتيجي النبات بتاعك مش هتروي العصر، ولو انت مشغل الكرتون هتطفي الكرتون من العصر عشان البيت يكون حار، وبالتالي المراوح تفضل شغالة، فلما انت ترش النبات بترطب النبات شوية، ولكن مش بتأثر عليه ان انك ترفع الرطوبة. انت لو راوي العصر مع الرش انت بترفع الرطوبة مع تشغيل الكرتون طبعا، بالنسبة للبيوت المكيفة، احنا بنتكلم بالبيوت المكيفة. فبالتالي انت لما بترش النبات بتاعك بتكون مقفل الكرتون بتاعك من العصر، بحيث ان البيت يكون حر،
وتكون مش روي العصر او روي ريه خفيفه، وبالتالي الرش بتاعك بتكون بترطب البيت. طيب بعد ما برشيت بتسيب المراوح شغاله يدوي، طبعا انت لو مظبط درجه حراره البيت بتاعك المراوح هتكون طافيه مش هتشتغل، وبالتالي الرطوبه هترتفع عندك في البيت. لكن انت بعد ما بترش بتشغل المروحه قد ساعه او ساعه ونص تسحب الرطوبه الموجوده في البيت، كده كده انت هتلاقي رطوبه لكن نسبه الرطوبه هتكون اقل. خد بالك الرشه دي ممتازه جدا انك تخلط الافيتال مع اللانت او اي مبيد ذبابه يكون جهازي. ان شاء الله مش هيكون عندك اي فراشات، لكن خلينا نكون واضحين، لو انت عندك يرقات بنسبه كبيره جدا، جات لي بعض الصور ان اليرقه كانت الاصابه شديده جدا لدرجه ان هي بقت بتصيب الساق، من كتر الاصابه طلعت من الاوراق وبقت بتمشي على الساق، فكده انت الاصابه عندك شديده جدا والمبيدات مش هتجيب نتيجه 100%، لانك انت مهما بتكافح في ديدان بتكون موجوده في التربه او موجوده على سطح التربه بتطلع على الاوراق وهكذا، المبيد ما بيوصلش لجميع الاماكن، وبالتالي نسبه النجاح بتاعه الرش بتاعك او المكافحه ما بتكونش 100%. لكن انت اولا باول لازم تكون محافظ على البيت باستمراريه الرش، سواء كان ذبابه او توته، خصوصا في فصل الصيف الذبابه بتاثر لك طبعا ان هي بتجيب لك فيروسات للطماطم، لكن انت عايز تحافظ على النبات بتاعك. اهو احنا لما بنرش بنغسل البيت كويس جدا، سواء كان بلاستيك او كرتون او مراوح او ارضيه او الخزان، لان الخزان بيكون عليه، شايفين الراجل بيركز فين؟ اهو على الارض وعلى الخزان وعلى كل مكان، عشان خاطر نكون كتعقيم للبيت عموما، احنا كده بنعقم البيت. زي ما احنا بنقول النبات بتاعنا سليم اهو من فوق لتحت، مفيش اي اصابه بيرقه واحده خالص، مفيش ولا يرقه، لكن احنا شفنا حشرات ظهر ما يقرب عن 2 لـ3 حشرات على المصيره بتاعتنا، ودي يعتبر مش ضرر، لكن احنا عشان اليرقات دي ما تحطش لنا بيض على النبات ويتحول ليرقات ونبدا نلف حوالين نفسنا، احنا بنعمل عمليه وقايه. لازم قبل ما توصلش لمرحله المكافحه خليك دايما في مرحله الوقايه، لانك لما بتوصل لمرحله المكافحه انا عن نفسي بقول ان لو الاصابه ظهرت عندك ما بتروحش، لكن ما بتوصلش للحد الحرج، بتفضل دايما في مرحله او الحد الاقتصادي لو انت ماشي مظبوط، انما لو انت مهمل هتوصل لحد الحرج، بل هتدمر لك البيت، بل ممكن ان انت تقلع البيت. ده كان كلامنا عن الرش الليلي لحشره التوتا ابسولوتا وللحشره التوتا ابسولوتا عموما. عندنا 3 اطوار، هم 4 لكن احنا هنقول 3 اطوار، البيضه واليرقه والحشره الكامله، ننسى العذره شويه. احنا عندنا بيضه، يرقه، عذره، حشره كامله، لكن احنا بنتكلم على اليرقات لانها هي اللي بتصيب لي المحصول وهي اللي بتدمر المحصول. الفراشة ما بتعملش حاجة غير انها بتبيض على الورق، والبيض بيتحول لليرقات. فعشان احنا ما نوصلش لمرحلة اليرقة احنا بنكافح الحشرة، ولو عندنا يرقات قلنا نعمل ايه؟ ننقيها من الاول، والنبات لسه صغير سهل ان انت تكافحه وسهل ان انت تحافظ عليه جدا، سهل ان انت تحافظ على النبات بتاعك من الاول، من حيث ان انت تحافظ على البيت من حيث الرش ونظافة البيت اول باول. طبعا المكافحه بتاعتنا لازم تكون متكامله، عندنا المصايد ودي اللي بنعرف منها اذا كان عندنا حشره في البيت ولا لا، مع مرورنا في قلب البيت بنشوف الاصابات وبنشوف اليرقات وبنشوف لو في حشرات بتخبط فينا واحنا ماشيين او بين الورق، واحنا بنفحص الازهار وبنفحص الورق لو في حشرات بتطلع، وعند الكرتون في وقت الظهر وقت الحر بتكون واقفه على التبريد عشان هي بتكون محتاجه الرطوبه. طبعا المكافحه كلها لازم تكون متكامله مع الرش بتاعنا. ده كان كلامنا عن مكافحه حشره التوتا ابسولوتا، فراشات ويرقات، نشوفكم في فيديو جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.